السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفينا عن نفسك؟ انا اسمي دينا عبد الله، من الناس اللي موجودين هنا، موجودين علشان خاطر عرفنا ان مؤيدين مبارك جايين ومعاهم سلاح، واللي توقعناه واللي سمعناه طلع حقيقي، طلع جايين معاهم تيوتات، وجايين في التيوتات دي معاهم صواعق كهرباء. كلمنا الجيش وكلمنا الداخليه، قلنا لهم يا جماعه الناس دول معاهم صواعق كهرباء، صواعق كهرباء ازاي تسيبوهم يبقوا معاهم ومعاهم سلاح ابيض؟ ولا حياه لمن تنادي ولا حد وقف لهم نهائي. فجاه لقينا ان المؤيدين واقفين ورا، والداخليه واقفه صفين كذا، يعني صفين كده وصفين طوال، ويعني واقفين بيحموهم. انتوا قلت لهم انتوا حضراتكم بتحموهم وبتضربونا مثلا، هتضربونا؟ مفيش. فالشباب راحوا واقفين الناحيه قدامهم، قدام الداخليه واقفين عمالين ايه يهتفوا يقولوا هنعدمه، جايبين رافعين صور ضد مبارك ومشنقه ورافعين مشنقه. فجاه لقينا مؤيدين مبارك رافعين صور وعمالين يهتفوا وعمالين يقولوا ان هو حمينا وصاحب الضربه الجويه، وهو اللي عملنا يعني طلعنا من اسرائيل وبتاع، مش عارفه ازاي يعني. المهم حاسين ان هو اللي حارب لوحده. لقينا المؤيدين بيحذفوا طوب، فلما حذف طوب ترد عليهم بطوب. طبعا الداخليه الناس ايه قالت، احنا بعد عن الداخليه احنا مشكلتنا مع المؤيدين، ما جاش حاجه ناحيه الداخليه. فجاه لقينا الداخليه المؤيدين طلعوا من وسطهم ضربونا بالصواعق ودخلوا تاني، والداخليه راحت اللي جري ورانا تضربنا، جري ورانا من الاتجاهين، جري ورانا مسافه طويله قوي، ومسكوا اهالي الشهداء اتضربوا. فانا كنت واقف في النص، فجروا واحد ابو شهيد، كان ماسك ابو الشهيد اللي ابنه مات يوم 28/1 اللي اتداس عليه بالمدرعه، فكان عمال يعيط وبتاع. فجاه لقينا الظابط اللي هو بيمشي مع اللواء حسن السوهاجي، اللي هو في ظابط كده مليان كده بيشد الراجل من الياقه بتاعه القميص، فبيجرجره الارض. انت حضرتك لو شايف الشمس قويه جدا هنا، فالارض الاسفلت سخن، فالراجل بيتشد فعمال يصوت بتاع. فانا جايه بلحقه، فجاه لقيتهم عمالين يضربوني على ظهري، فزمايلي انا في النص والراجل بقى في النص معايا، وزمايله عاملين دايره، والامن المركزي عمال يضرب فينا كلنا، دغدغنا ضرب. مسكوا دكتور عمرو مرسي، ده دكتور اسنان يعني مش بلطجي، مسكي كسروا له مراخيره. لو هتقول لك بلا ده دكتور يعني دكتور اسنان، والله اكبر يعني دكتور، يعني حياته كويسه مكمل عشان خاطر قضيه، يعني لقيته ان هو يجرى فيه كده يتبهدل. مسكوه خلعوا له كتفه، انا لقيت دراعه ده اتعمل كده، اللي هو دراعه مش في مكانه. فجاه لقيت دم جاي من وشه من كل حته، انا مش عارفه الدم جاي منين، بقيت عماله اعيط سيبوه. راح الظابط راح مديني بالرجل في بطني، ورحت انا عماله، فما بس كان ابو الشهيد حضناه، الناس راحوا قالوا له ده ابو شهيد وبتاع. واحد كده يعني ظابط كده صعبنا عليه، قال فافتكرني بنت الراجل ابو الشهيد ولا بتاع، فقال لي انت بنت؟ قلت له اه، قال لي خدي ابوكي وامشي. فرحت واخده الراجل وماشيه، وهم طبعا واخدين زمايلي، حوالي لما اللي شفتهم قدام عيني اتاخدوا حوالي 7. عارفه اساميهم؟ منهم دكتور عمرو مرسي، محمد زميلنا ده، محمد ده من شبرا، في واحد تاني اسمه اسلام المصري، ما اعرفش اساميهم بالكامل، بس هي دي الاسامي اللي انا يعني عارفاها لهم. يعني وكلهم شباب يعني زي الورد. دكتور عمرو مرسي ده يعني مسؤول عمل الجماهيري. طب دينا انت شايفه ايه دلوقتي؟ يعني هل الامور ماشيه مظبوطه، ولا عايزه القوات المسلحه تبقى هي التامين بتاعه المحاكمه، ولا ايه؟ انا من رايي الشخصي ان اللي خلى الداخليه مش عايزه ترجع لما تكسر شوكه الشعب، وده امر يعني مفروغ منه. الداخليه عمرها ما ترجع الا لما تمسك رقبه كل مواطن مصري، تدوس على رقبته كده عشان توفر له الامان. هي ده الامان بالنسبه لها، ان هي تذلنا. دي شفت منظر ابو شهيد مسحول من هدومه بيسحلوه على الارض، انا افتكرت يوم 26/1 لما انا كنت مسحول على الاسفلت من قدام نقابه المحامين، نفس المنظر يعني، اللي هو بيعملوا لي فلاش باك.